مساء الخير. ابنة البيت العريق وشقيقة الإمام المتنور المنفتاح المؤسس لمقاومة أينعت نصراً وتحريراً، والسيدة الناشطة في الحقلين الإنساني والاجتماعي المنحازة للمرأة وحقوقها، كيف لا وهي أول فتاة من أسرة متدينة محافظة تخرج للعلم والعمل، مشكلة نموذجاً وحافزاً لنساء كثيرات لم يحل التزامهن دون الانخراط في ميادين الحياة. عن ثقافة التكافل الاجتماعي والإنساني، عن المرأة وحقوقها وظروفها، وعن مسيرة سيدة ذاقت مرارة الغياب والتغييب، وعن إمام المقاومة والحوار والانفتاح والتقارب، وعن شؤون وشجون كثيرة. حوارنا الليلة في بيت القصيد، بيت المبدعين العرب، مع رئيسة مؤسسات الإمام الصدر السيدة الفاضلة رباب الصدر. أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. شرفت بيت القصيد. شرفنا. أهلا فيك سيدتي. هيك كبداية مسيرتك كسيدة كامرأة، هل كانت سهلة يسيرة أم شاقة وصعبة؟ اسمح لي أول شيء حييك. تسلم. وحيي هالبرنامج المميز. الله يخليك. وأنا لافت نظري هون هالشموع الحلوة. نعم. يلي معبي كل القاعة براك وقدام وهون. نعم. يعني بنقدر نستوحي من هدول الشموع كثير من الأحاديث. وحضرتك عم بتضوي كثير شموع بالمعنى الإنساني. تسلم. والمعنى الاجتماعي. فهل كان هالمشوار سهل، خصوصا عم بحكي من ناحية كونك سيدي؟ نعم. في عالم، وعم نحكي من فترة زمنية سابقة يعني، أم كان يعني؟ أنا بدايات عملي أنا كثير كنت صغيرة. نعم. وكان حظي حلو أنه كان المشرف والمدرب والموجه هو الإمام الصدر. أنا ما حسيت أبداً أنه أنا مرأة ورجل. نعم. ما حسيت أبداً، اشتغلت بكل نشاط وبكل حب، خاصة أنه زوجي كمان كان وراي. نعم. زوجي من أنصار المرأة. نعم. سيد حسين شرف الدين. حسين شرف الدين كتير بأيد المرأة وبيعتبر أنه لازم المرأة. نعم. يكون لها دور ومسؤولية بالحياة. فأنا بدأت برياحة، بكل رياحة، ما كان في شيء بيتعبني بيعارضني أو بيزعجني. بهالمعنى أدي كان الإمام الصدر، وخصوصا عم نحكي قبل عقود من الزمن، ستينات، يعني سابق لعصره بمسألة المرأة وحرية المرأة، ويعني ودعم خروجها لميدان العمل حتى لو كانت ملتزمة دينيا ومحجبة وابنة بيت يعني سياد مثل ما بنقول من هاشمي. طبعاً الالتزام الديني أو الحجاب أو بيت الديني، ها كله ما بيمنع إنه المرأة تكون تشتغل تعمل. نعم. أنا بحب خبرك إنه أنا والدتي توفت كان عمرها 100 سنة، فهي بنت المجتهد الأكبر سيد حسين القمي. نعم. من الملتزمين كثير الكبار، بس هي كانت هي وقاعدة بالبيت تخدم، تشتغل، تتصل، تطلب، بتوصل، بتبعت رسائل، بتوصي، يعني في بيت كله كان خدمات وكله كان علم وكله كان إنسانية. متعودة على العلاقات مع الناس وعلى. نعم. الأخذ وعلى العطاء. نعم. وعلى الحوار يعني كنت تشوف دائما في ناس. نعم. بيجوا على البيت بيطلبوا خدمات، كنت تشوف كيف بيلبوهم، كيف بيتعاملوا معاهم، فهيدا شغلة عادية كانت. نعم. بالنسبة لي. تعتقدي لو لم تكوني شقيقة الإمام سيد موسى الصدر، هل كان مسار حياتك اختلف؟ حتماً. بأي معنى؟ حتماً، لأنه أولاً الموجه كان موجه يعني قادر ومعلم. نعم. فعارف كيف يوجه حتى هالبنت الصغيرة اللي عمرها 15 سنة تبلش. نعم. تشتغل. ثانياً كأخلاق والحب والعطاء اللي كان عنده كتير كان هيدا دعم لإلي، بس أنا لو ما كان حدا وراي أو موجه حتماً أنا ما كنت هيك. أكيد. خصوصاً بعرف أنا أنه في أفراد بالأسرة ما كانوا مشجعين يعني أو متحمسين. نعم. لأنك. نعم. تخرجي لميدان. نعم. العمل. صحيح. نعم. صحيح. اسمحينا. نعم. نشوفك بعلامة فارقة بعتقد بمدينة. تفضل. صور.
اللي بتحبيها كثير وبتحبك، ثم نتابع الحوار باستمرار. أنا بحب بحرها، بحب جوها وبحكي معاها، بس بتمنى إنها تكون كمان أحسن من هيك. انطلاقة الإمام الصادر كانت من مدينة سور. فقط بيجي فترة الصباح، بس قبل هلا كنت على طول صبح وبعد الظهر بشتغل. حتى يبدأ نهاري بتوفيق إنه مثل ما أنا بتمنى، يعني يكون معي ربي حتى أنجز هالأمنيات اللي أنا عندي. أول ما بفيق من النوم في مناجات صغيرة بحكيها مع الله. الإنسان مسؤول بهالحياة، يعني ما يفكر حدا إنه خلق بعيش على خاطره لحاله وبيعمل اللي بده إياه وبعدين بفارق الحياة. بده يطورها، بده يعمرها، بده يساعد الآخرين. مجتمع بيعبر عنه الإمام الصدر إنسان كبير، شوفي قديش بيوحده. أكيد يتيم اللي ما إله أب أو ما إله أم، ما إله راعي مين بده يرعاه لحتى يربي. بس أنا بدي خبرك إنه اليوم بحال الحاضر في كتير أولاد عندهم آباء وأمهات موجودين، بس هني أسعب من الأيتام. يعني ما بعرف لوين رايحين، ما بعرف كيف بده يصير هالتدهور بالمجتمع يوم بعد يوم أكثر. في المدارس مش كما يجب، مجتمع أبداً ما حدا بيسأل، دولة ما عم بيكونوا فاضيين لهالأمور الحياتية الإنسانية التربوية. يعني أنا عايشة بالعمق. مرات بحس بدي أقول آخ، يعني قد ما بشوف غلط، قد ما بشوف تقصير، قد ما بشوف يعني تجاوز الأمور أكثر من حد العادي. بقبل كل الناس، أنا كل الناس بتفاعل معاهم، بقبلهم إن حبيت أو ما حبيت. أنا بفرض على حالي إني أنا بدي اندمج مع هالإنسان لوحد فكرتي، لوحد طريقتي حتى نعطي نتيجة. أنا بشوف كل الناس حلوين، كل الناس حلوين، كل الناس بحبهم، كل الناس بيقدروا يكونوا مهمين، بيقدروا يعتوا، بيقدروا يشتغلوا مثل ما أنا بحب كل الناس، ما بكره حدا. ناس كذلك الأمر بتحبني وتتجاوب معي وبيتفاعلوا معي. بحضور الإمام بلشت بالشغل، يعني من زمان. يمكن كانوا البعض بفكروا إنه أنا رح انتهي، كل شيء رح ينتهي، بس بعدين لاحظوا لا، ما انتهى، لا أنا انتهيت ولا هالمسيرة انتهت. بس المشكلة وقت اللي غاب، وقت اللي غاب أنا أصبحت كل المسؤولية علي. أنا كل سنة بعد غياب الإمام الصدر مضت علي ربما عشرات السنين، لأنه كانت حاوية بمصايب، مصايب. ما كنت أبكي، لأني بدي حول الدمعة حرقة جواتي لتطلع شغل، لتطلع عطاء. بدون حب ما بيقدر يعيش الإنسان.
يعني انطلاقا من الجملة الأخيرة اللي تفضلتي فيها، بدون حب ما بيقدر يعيش الإنسان. اليوم نحن بزمن للأسف يعني في كتير كراهية، في خطاب يحرض على الكراهية، على البغضاء، على الحقد، على التفرقة. قديه المقدرة على الحب وعلى قبول الآخر مثل ما تفضلتي بالبداية مسألة سهلة، أم بدأ يعني الإنسان يمرن نفسه ويروض النفس على قبول الآخر المختلف؟ أكيد مش سهلة. وأنا بقدر أقول لك أنه هي تربية أكثر من ما أنه سلوك لحاله. يعني ذكرت أنا نحن بالمؤسسة من يوم اللي يعني تحملنا مسؤولية تربية أجيال، فهيدا المسألة ملاحظينا أننا نعلمهم على الحب ونعلمهم على احترام الآخر، لأنه نحن بلد عايشين فيها طوائف، مش نحن لحالنا عايشين ومثل ما بدنا. لا حبيباتي، في غيرنا عايش له حقوق ونحن لنا حقوق. تعالوا لنتفاهم كيف نحترم بعضنا، نحب بعضنا، نتعاون مع بعضنا على الوطن، مش نتخانق على الوطن. صحيح. هو الحقيقة الوطن العربي كله مكون من فسيفساء، يعني إذا فعلا. مش دينية أو فعلا. أو طائفية، إثنية وعرقية، يعني بتعرفي يعني هالمنطقة مزيك. صحيح. قد ايه اليوم بالذات يعني في ظل ما يجري، ما تعيش بلادنا من انقسامات، من تشظيات طائفية ومذهبية وعرقية، يصبح الحب وحب الآخر مش حب الشبيه المثيل مسألة يعني يجب أن نتمرن عليها ونتربى عليها؟ من دلنا منقدر أستاذ زاهي. يعني لا مش صعب. مقبول خطاب المحبة، خطاب التسامح؟ نعم، عند البعض مقبول، وبعد في ناس طيبين، وبعد في ناس جواتهم في رقة، في إنسانية. أنت لما بتحركهم بتحكيهم بتدلهم على الطريق، تمسك بإيدهم بتوجههم بتنصحهم، نعم حب ما زالوا موجود. شوف، طالما الله موجود يعني حب موجود. صحيح. لا يمكن الحب يروح، خصوصا هو القائل انه جعلنا شعوب وقبائل لنتعارف وان اكرمكم عند الله اتقاكم. نعم. فهي مسائل يعني بحاجه كثير لنستمد منها، يعني هذه الايات بالذات. نعم. التي تحض على قبول الاخر وعلى المحبه، نحتاج ان يعني تصير بالمقدمه، مش نضلنا ناسينا. صحيح. أشرتي إلى يعني ولا مرة شعرتي بالفارق إنه مسألة امرأة ورجل وهيك. مسألة الحجاب. وبتعرفي أنا عم بسأل الحقيقة لأنه للأسف أحيانا في مؤسسات بتحط شرط إنه ما بدها تقبل مثلا فتاة محجبة بالعمل بالغرب. بتعرفي قديش بصير ببعض البلدان حول هذه المسألة. هل شعرتي يوما ما إنه الحجاب عائق أبداً. أمامك، أمام مسيرتك؟ أبداً. أنا ولا يوم حسيت أنه أنا مرأة. نعم. في فرق بيني وبين الرجل. أو أنا محجبة ما بقدر أعمل. بدي أعطيك صورة ببدايات عملي. نعم. وقت اللي كان في إلنا ملفات معاملات للمؤسسة بنعمله، تعرف الإمام صدر كان يقول لي روحي أنت عمليهم لتتعلمي، لتعرفي كيف بصير المعاملات بالإدارات، كيف الملفات بالوزارات بديروها. أنا بقدر أبعث لك، في ناس كتير. نعم. يروحوا بعد، بس روحي أنت تعلمي. فأنا كنت روح بحجابي ودائما ماسكي ولد من أولادي بإيدي وفايتين سوا على الوزارة، نعمل المعاملة بكل احترام بكل دقة، نحمل الملف ومنظهر. أبدا ما حسيت. انخراط المرأة يعني ميدان العمل بقوي شخصيتها طبعا، وبقوي ثقتها بثقتها بنفسها، بتعلمها بأشياء كثيرة. يعني بتكسب تجارب كبيرة بالحياة، خاصة إذا كانت متفائلة، لأنه مع الأسف بدي أقولها في نساء مش متفائلات بالحياة، بينظروا للحياة من نواحي صعبة ومرة وبيستسلموا بسهولة، وحقوق المرأة وما بعرف شو. أنا ما بشوف هدول هيك. إذا كان واحد متفائل، شايف الحياة مثل ما هي، الجمالها وعطائها ووجود الله وقدراتنا الشخصية إرادتنا، نقدر نعمل كل شيء وما حدا بيقدر يمنعنا. يعني نحن الليلة عم نحكي عن ثقافة الانفتاح، وبدنا نحكي عن ثقافة التكافل الاجتماعي كمان. طبعاً. الضرورية بظل عجز دولنا عن بناء. طبعاً. يعني أوطان حقيقية. بس قبل موضوع المرأة،
حضرتك باركتي إقرار قانون ضد العنف الأسري بالبرلمان اللبناني. نعم. صحيح؟ أنا يعني باركت كفكرة عامة بس. نعم. أنا التفاصيل ما بقبله لأنه. نعم. في تفاصيل إن ذكرت يعني ما إلى معنى. نعم. يعني أنا بقول نحن بنسعى حتى نلاقي صديق، نسعى حتى نصير كلنا أصدقاء مع بعضنا. هالرجل والمرأة اللي هن أقرب الناس لبعضهم عايشين بأمان وسلام، ليه عم نشتغل فيهم؟ ليش منعلمهم أشياء ما إلى لزوم؟ ليش منلفت نظرهم بأشياء ما إلى معنى؟ ما بيصير هيك يفكر واحد. يعني أنا حقيقة ما بدي فوت بتفاصيل القانون خصوصا أنه يتعلق يعني بشأن لبناني، وبدي أحكي على مستوى الوطن العربي ومستوى العالم. نعم. عموما ظاهرة العنف ضد المرأة يعني كأنها عم تزداد، هي ظاهرة العنف بشكل عام ولكن. نعم. نصيب المرأة من. نعم. هذا العنف هي حل مسألة موجودة يعني. نعم. خلينا نعترف بأنه في عنف ضد المرأة، وإذا بدنا نقولها أكثر ما حدا يفكر أنه بالغرب أو بأوروبا أفضل. أو بأمريكا أسوأ مننا بكثير. نعم. بس يمكن القوانين تطبق حتى بأمريكا في أجرة المرأة أقل من أجرة الرجل. نعم. يعني. نعم. خلينا نقول وجع موجود برا أكثر مننا نحن. نعم. بالقليلة هيدي المسألة مش موجودة، متساويين أصحاب الشهادات كانوا رجال أو نساء متساويين. ولكن في بعض الأمور فعلا بيصير في تعدي بالمرأة، وهاي استاذاي هيدي ثقافة أيضا. نعم. هيدي ثقافة وأنا بحمل المرأة مسؤولية. كيف؟ ليه؟ لأنه من أول أساس الدنيا من يوم اللي عمرت الكون حضرتها المرأة استراحت قعدت بالبيت سلمت كل شيء للرجل، هو يجيب هو يأخذ هو يعمل هو يسوي هو يقرر هو يؤمر. نعم. هي ما عملت أي دور. طب شو المطلوب من المرأة اليوم المعاصرة؟ مطلوب إنه تمارس دورها المرأة. نعم. لازم تمارس دورها، لازم تكون منطقية، لازم تفكر تفكير سليم، لازم تسعى للعلم، لازم تسعى للإجتماعيات، لازم تسعى لأن تكون يعني موحدة. بس أحيانا كتير العادات والتقاليد ما بتساعدها، تذرع باسم الدين مرات بأشياء بالزبط. خاطئة جدا بالزبط. ما بتساعدها بالزبط. القوانين المشحفة، القوانون الوضعية. صحيح. مثل موضوع الجنسية لأولادها، مثل موضوع السفر. هيدي المسألة مثلا، هيدي المسألة. نعم. أنا كثير بأيدها إنه. نعم. أم اللبنانية ما بتقدر تعطي جنسية. نعم. لولدها، أنا كثير متأسفة بهيك. وهيدا حقيقة كمان في له يعني في نماذج كمان عربية لهذا. نعم. لهذا الأمر. نعم. في بلدان عربية. نعم. كثيرة لا تعطي المرأة حق منح. صحيح. الجنسية لأبنائها. فبكل الأحوال. نعم. هو الحق سيدي، الحق يمارس مش حكي بيحكي. نعم. أنا باخد الحق وبمارسه بكل قواي، لما أنا متأكدة إنه هالخطبة سليمة وصحيحة مطابقة لكل الأمور القانونية والشرعية والأخلاقية، ليش ما بدي مارس هذا الحق؟ ليش بدي أتراجع؟ لا، عندي الجرأة لحتى أعملها وبعملها. أدين نحن بحاجة لفقهاء اليوم مثل الإمام السيد موسى. ايه. الصدر. نعم. يعني بمعنى يركزوا. نعم. يركزوا على الجوانب التي تنصف أكثر من الجوانب التي تقيد، من الجوانب التي تنشر يعني قيم العدالة، المساواة، التسامح. وما سيد الإمام له محطات. نعم. بهذا المجال ربما يمكن بهاللقاء فيش مجال واحد يحكيهم. نعم. بس له كثير مواقف تجاه المرأة كيف مثلاً. مارز. نعم. يعني كيف عمل مثلا. نعم. إذا بتسمع وحدة صغيرة عم يكتب كتاب صبية والأهل مجمعين ولابسين ومحتفلين عرس. نعم. عقد قران. عقد يعني. قران. نعم. بس قال لها تقبلي بهذا الشاب كذا كذا؟ قالت له لا. قالت له لا يا سيدي، خرب العرس، خرب. وقال لها. نعم. برافو عليك، ما حدا بيقدر يغصبك، انت رافضة خلاص ما بيصير.
هذا النموذج اللي بنحتاجه يمكن كل يوم بحياتنا. وأنا بذكر شغلي وسبق ذكرتها بهذا البرنامج بمسألة قبول الآخر لما بائع البوظة الشهير نعم. بسور نعم. لأنه من ديانة مختلفة غير مسلمة نعم. صاروا المنافسين لقلوا يقولوا أنه الشراء من عنده حرام صحيح. وما بيجوز تاكله من عنده بوظة وإلى آخره. مش بس قال يعني مش بس قال عملياً يعني عملياً راح اشترى وقعد قدام المحل قدام كل الناس بمدينة صور و هيدا أنتيبة صحيح رحمة محل الله عليه محل مشهور هو جدا هو أهله كل ما ينذكر هالقصة حرام كتير بيتأثروا وهيدا دليل قديه يعني كان عنده قبول للآخر كل آخر طبعاً يعني كان عنده قبول بإيمان وبصدق يعني كان في ممارسة في في نية مش عم يحكي سياسة أو روتين أو هيك يعني مسايرة ديماغوجيا يعني مش تنظير ومحاولة أستاذ زاهي نحن هلأ بالمؤسسة عم نعيش مع الأولاد مع صغارنا من هني وعمرهم 3 سنين منعيش الحوار الإسلامي المسيحي صحيح. عملياً مش إنه منحكيها بس حتى يكون إنشاء عربي بلقاءاتنا مع بعض بزياراتنا عند البعض نحن منزور هندي بزورونا بزياراتهم على الكنائس بيروحوا على الكنيسة خوري بخبرهم عن سيد المسيح بيروحوا على الجامع شيخ بخبرهم على الأنبياء والنبي والأئمة سلام الله عليهم يعني عايشين متساوي الفكرة هيدي روحة الكنيسة والكورال كورال مؤسسات هذا واحدة من الممارسات ممارسات الحوارية صحيح مشاركة الكورال بأعياد الميلاد وبمناسبات يعني كنسية متعددة رح تابع مع حضرتك سيدتي وبركي هلأ يعني قبل الموجز الإخباري منشوف الكورال كورال مؤسسات الصدر عم ينشد ثم نتوقف مع موجز إخباري سريع ونتابع بيت القصيد مشاهدينا الكرام نتابع هذه الحلقة المميزة من بيت القصيد مع رئيسة مؤسسات الإمام السيد موسى الصدر السيدة الفاضلة رباب الصدر سيدتي يعني كنا عم نحكي عن مسألة المرأة قبل الموجز الإخباري هيك سريعا يعني بموضوع المرأة أيضا قبل ما انتقل لشي تاني مسألة مين كان بتخيل مثلا بالقرن 21 أن يعود سبي النساء وبيع النساء في أسواق النخاسي يعني قد ايه الفهم الخاطئ للإسلام تفسير الخاطئ لبعض النصوص عم بيقدم يعني أولا عم يتسبب بمآسي وكوارث صحيح وتطال النساء ربما أكثر من بقية أفراد المجتمع والصورة يعني صحيح. إضافة للصورة السلبية اللي عم بيقدمها ما العمل؟ أنا هون بدي بس أشير لمسألة إنه هالموجة اللي منشوفها موجة العنف ضد المرأة أو الحركات البشعة اللي تحت اسم الإسلام بيصير هيدي مؤامرة أولاً مؤامرة تعتقدي في أيدي خبيثة في أيدي خارجية تشجع هالتيارات هيدا عمل مش ديني هيدا عمل سياسي ما له علاقة بالدين أبداً يعني الدين وقت اللي بقول إذا بكلمة أنت بتجرح نفس حدا قديش إلك ذنب عند الله صحيح. كلمة أنت بتجرح بكلمة نفس حدا قديش إلك ذنب كبير فكيف إذا هيك أعمال
لا ابدا. هاي الرسول الكريم بيقول الكلمه الطيبه صدقه، يعني طبعًا. اللي بيقول كلمه حلوه كانه عم يتصدق. فلذلك شو بصير بالمراه او بالاخرين او بالاطفال او بالبنات، لهيدي كلها مؤامره كلها، وفي وراها يعني كبار. طب وين مسؤوليه الفقهاء، مسؤوليه رجال الدين، المراجع اللي كلمتهم يعني بتقدم وبتاخر؟ أنا معك إنه ربما بحاجة لنهضة. إيه ما سمعنا أصوات يعني، نعم يعني عالية بهالمجال. نعم نحن يمكن بنحتاج إنه إسلامياً نوقف كلنا سوا ونرفع الصوت عالية، وحتى نعمل يعني نعمل لأجل إننا نوقف هذا التطرف. نعم. ما بتعتقدي إنه النص والتفسير بحاجة كمان لقراءة معاصرة، قراءة أكيد متجددة؟ أكيد أكيد، يعني في إعادة نظر بده يصير. شوف أستاذة، هي قد ما مشكلة كبيرة، قد ما كبيرة كبيرة مثل الأمواج، ما بيقدر واحد يعالجها بسرعة. صحيح. يعني أنا عم أقول إنه لازم نوقف ونعمل ونسوي، بس أنا بعرف إنه قديش صعبة. نعود إلى التربية، نعود إلى تأسيس الأطفال. بدنا نرجع للأساس. بيقول الإمام الصدر وقت اللي بدكن مجتمع صالح، بدكن أولاد صالحين، هيئوا لتربية صالحة لمجتمع صالح، نعم، حتى تقدروا تسلموا أولاد للوطن يكونوا صالحين. سيدتي، إذا كانت يعني قضايا المجتمع والمرأة والأطفال والأيتام يعني تهمك وهي شغلك الشاغل من لما تفتحت عيونك على الدنيا، ليش رفضتي توزيرك ثمان مرات عرض عليك أن تكوني وزيرة في الحكومة اللبنانية، ليه رفضتي؟ أنا بحس إنه أنا ما رح كون فاعلة بهيك جو سياسي. نعم. يعني السياسة اللي أنا شايفتها اليوم موجودة حوالينا، أنا بحس أني مش رح كون فاعلة. أنا فاعليتي بمكان الموجودة، أنا عم بقدر أخدم، عم بقدر ساعد، عم بقدر ابني. نعم. عم بقدر أعمل تطور. يمكن الموقع الوزاري قيد حركتك، يمكن يحطك ما أقدر أبداً أعمل شيء، يمكن يصير بالعكس. يعني في تقيدات بالأجواء السياسية أكثر من الأمور الثانية، فلذلك حسيت أنه رحمة الله على الرئيس إلياس الهراوي، نعم، هو طلب مني بعت وراي وعرض علي وقال أنا في عهدي بحب أنه يكونوا سيدات الفاعلات ياخذوا دورهم بالمجتمع، وقال لي أنتوا بيتكم حق على كل اللبنانية عليه، فمفروض أنك تعملي أي شيء. قلت له أنا بتشكرك وأنا ممنونة، أي شيء مطلوب مني بأي وقت أنا بعمل، نص الليل اطلبني لخدمة، نعم، إنسانية أنا حاضرة. على كل حال عندك صداقة مع السيدة منى الهراوي لا تزال مستمرة. لليوم كنا حابين نسمع رأيها بس لظروف يعني ما قدرنا نسجل معها، رح نسمع رأي يعني سياسي و قانوني لبناني مرموق، الأستاذ إدمون رزق بكلام يوصل، شو بقول عن تجربتك وعن حضرتك؟ ست رباب حملت أمانة الإمام موسى الصدر، كان عندها اندفاع بالعمل الوطني وبالعمل الاجتماعي وبالعمل التربوي الثقافي، نجحت بأنها تخلي ذكرى الإمام مستمرة وقضيته حية، وهي بذاتها حققت إنجازات على مستوى المؤسسة وعلى المستوى الشخصي. أنا بعتبرها من السيدات مؤسسات في النهضة الاجتماعية والإنسانية بلبنان، وبدي أكد أنه التوجه الوطني الأصيل هو عطيها دور إن شاء الله أنه بيكتروا اللي بيتجمعوا حولها وحول هالدور، لأنه لبنان بحاجة إلى هالتنمية الخلقية والوطنية والإنسانية اللي كل الأديان بالنتيجة بتبشر فيها، وما بيجوز إطلاقاً أنه نقيم
تحت ذريعة المذهبية والطائفية أي حواجز بين المواطن والمواطن ولا بين الإنسان والإنسان. ونجاحها كذلك ست رباب بيتجلى بعائلتها وببيتها اللي عطت كمان لبنان ناس عم يخدموه في خطى الإمام وفي خطى المصلحين والرواد الأوائل. ست رباب بدالة عائلية، أنا وعم بسترجع سنين طويلة من التعاون والعلاقات على المستوى الوطني والجنوبي والإنساني، بعتقد من الضروري أنه نعطي معلومات إذا كانت موجودة للشعب اللبناني وكل محبي سماحة الإمام واللي التزموا خطه. وليش ما بصير في مؤتمر عابر للطوائف وللمذاهب حول هذا الموضوع حتى يكون في موقف تاريخي؟ شو رأيك بهالتوجه وشو المعلومات اللي ممكن انك تعطيها للناس؟ يا حبيبي، يعني الشكر الجزيل للأستاذ إدمون رزق. تفضل أستاذ إدمون. صديق وعزيز وغالي، يعني شهادته مجروحة. نعم فعلا. بموضوع الإمام الصدر اللي عم بيقوله حتما هذا كلام صحيح، بس أستاذ زاهي خلتت الأمور ببعض. نعم يعني خاصة بعد ما سقط قذافي بليبيا، ما عاد قدرنا نعمل بشكل اللي بدنا، مع العلم انه كان الواحد بتوقع العكس، بالضبط. يعني قضاء اللبناني ما زالوا بيشتغلوا، ما زالوا بيروحوا بيسافروا بيلتقوا بيجوا، رئيس بري شخصيا مهتم، بس شيء اللي كان لازم يصير نوصل له ما صار بسبب يعني اختلاط الحابل بالنابل. نعم بليبيا. نعم. هل بتعتقد انه في اطراف يعني او جهات عربيه ودوليه وغير عربيه تورطت باخفاء الامام الصدر، فبالتالي ليس لها مصلحه ان تنجلي؟ نعم. هذه نعم. القضيه حتما استاذ زاهي، غياب الامام كان بقرار عربي دولي. نعم. ولحد الان هالمساله ما انكشفت، كذلك الأمر قرار عربي دولي، لأن أنت لاحظ أي سر بالعالم العربي دلت محفوظة. نعم. كشفوا بعضهم، فضحوا بعضهم، إلا هالقصة ما حدا حكى عنه لأنه الكل مشاركين. نعم. إذا حكى واحد ببين الثاني بينكشفوا. نعم. كله. حتى يمكن ربما المسارعة إلى قتل العقيد القذافي رغم يعني الاعتقال حيا، حتى يعني كثير من الأسرار لا تكشف. نعم. ومنها قضية الإمام الصدر. أكل حال بس في شغلة إذا سمحت لي. تفضل. يعني أنا بقولها بحرقة إنه في تقصير دولي. نعم. في تقصير دولي حتى إيران. نعم. إيران اللي أقرب المقربين للإمام الصدر، يعني مش كما يجب كان شغلهم أو تحقيق بالأمر أو يسألوا عن شو المطلوب من إيران؟ لا كانوا بيقدروا، لأنه إيران بعد الثورة كان لهم الموقع الأول بالعالم. نعم. وكثير كانوا محبوبين عند قذافي. نعم. وهن كانوا كثير صحبة مع قذافي، يعني كان كثير بسهولة ممكن الشغل. بتعتقد اليوم تقدر إيران تلعب دور بجلاء هذه القضية؟ يعني لو صار لك أن تطلبي من المسؤولين الإيرانيين اليوم شيء؟ ما بعرف اليوم يعني كيف بيكون الوضع، لأنه هل رح يكونوا كل القيادات موافقين على هالخطوة؟ نعم. أو البعض بيعتبروا أنه ما في داعي، ما هو هيك صار بالأساس أصلا. نعم. بالأساس هيك صار، بعد نفس الحالة باقية، يعني كأنه عم تدوروا بحلقة. نعم. مفرغة. نعم. بهالموضوع. يعني لاحظ أنت ما في قضية بتاريخ البشرية مثل قضية الإمام الصدر. نعم. استعرض وشوف، يعني هاي ملف القضائي بيحكي ونحن عم نشوفه. نعم. ما في قضية مثل قضية الإمام الصدر. يمكن إخفاء الإمام الصدر
كان أحد أسبابه، ما عم أقول كل الأسباب، أنه كان رجل عابر للطوائف، عابر للمذاهب، رجل جسر يجمع بين الناس بزمن كان المطلوب أنه الناس تتشرذم وتتشتت. برأيك لو كان الإمام الصدر اليوم يعني بيننا وغير مغيب، في ظل هذه الفتنة السنية الشيعية المستيقظة واللي مفتحة عيونها يعني فجرتهم يعني لعيونها، شو كان ممكن يعمل؟ شو كان ممكن يقول؟ أنا بعتقد ما كان صار وصل لهالدرجة من يعني إزعاج، لأنه نحن واصلين لقمة الخطر، قمة الإزعاج. ما كان وصل، يعني كان سيد بدرايته، بأسلوبه، باتصالاته، يعني خبرة اللي عنده بالحياة، ما كان ممكن يخليها يوصل لهالدرجة، ما كان. يعني كان نموذج لانفتاح الأديان على بعضها، والطوائف والحوار بين المسلمين والمسيحيين، بين السنة، بين المسلمين والمسلمين. يعني بين عنده مؤتمرات بالقاهرة، بالمغرب، بالجزائر، هدول المؤتمرات كانوا مسلمين، يعني بين الشيعة والسنة، وكان في بنفس الوقت بين المسلمين والمسيحيين. قدي اليوم نحن نحتاج إلى هذا الفكر الحواري على المستوى الإسلامي، يعني على مستوى المسلمين داخل العائلة الإسلامية بمذاهبها وبأطيافها المتعددة. بحاجة كتير كتير نحن، يعني وكيف نخلق نحتاج لإمام الصدر، نحتاج لإمام الصدر حتى يجي يفيق الجميع. يمكن في ناس من الصعوبات اللي عم بمر علينا، يمكن تعبوا، يمكن تراجعوا، يمكن شعروا أنه ما راح يستفيدوا شيء، بس ما لازم يصير في يأس. ما تعبتي حضرتك؟ لا والله أبداً لا، ولا لحظة هيك شعرتي؟ بدلني بفكر، بدلني بلاقي خطوط جديدة، بدلني بلاقي طرق جديدة، بدلني بطلع بمشروع جديد، بدلني بفكر شو بدنا نعمل لبعد شهر، لبعد كم شهر. لا أبداً لا، لأنه ما بيجوز الإنسان المؤمن يصير عنده يأس. تعرف أنه يأس من الذنوب الكبيرة؟ لا تقنطوا من رحمة الله. يعني نحن ما منقدر أبداً نكون يائسين من نعم الله، من رحمة الله. بدنا نسعى، بدنا نفكر، بدنا نعمل، بدنا نتعاون، بدنا نبني هالكون، بدنا نعمر هالكون، بدنا نطورها. بيقول الإمام الصدر على الإنسان الحقيقي أنه دائماً يطوي صفحة من كتاب الكون، ينتقل لصفحة تانية حتى ينتقل بالتقدم الدائم. لو كان لك يعني تسنى لك أن تقولي أو تطلبي أو تقولي كلمة للإمام الصدر اليوم، ماذا تقولين؟ بقول له نحن بحاجة لإلك كتير كتير، بحاجة لإلك. نحن يعني مثل الظلام، نحن عايشين بالظلام، نحتاج إلى نورك، نحتاج إلى هدايتك. أتمنى أن تنجلي يعني هذه القضية وأن يعود إليكم سالماً غانماً. سيدة اسمحي لنا أن نتوقف مع استراحة سريعة ثم نتابع بيت القصيد. تعرفي ماما؟ ذكرتيني من 20 سنة، كنت مثلك صغيرة وقت جيت أول مرة لهون. شفتيهم شو حلوين؟ ليكي هون أكيد حتغني. مشاهدينا الكرام، نتابع بيت القصيد مع سيدة رباب الصدر. سيدتي، يعني أشرنا للكورال، كورال مؤسسات الإمام الصدر،
اللي هو عبارة عن 46 فتاة تقريباً ولا أكثر؟ 64 أنا قلبت ماشي الحال. 64 فتاة يعني بيقدموا أناشيد وأغنيات وتراتيل ويعني باقة منوعة. الغاية من تأسيس هذا الكورال؟ حتى أولاً هذا نشاط مدرسي. هاي أولاً. ثانياً فن. يعني حد ذاته. ثالثاً هيدا تهذيب لنفوس الأطفال. يعني لما الأطفال بعيشوا الفن وبصير ملكة فيهم، هاي بتهذب لهم نفسهم وبتهذب لهم حياتهم، كتير بتعطي انعكاسات إيجابية لحياتهم، مثل اللي بيرسم واللي بغني نفس الشيء. يعني الحقيقة أنا يعني عم بسأل عمداً، لأنه دائماً بالبرنامج بشدد على أهمية الثقافة والفنون ودورها بالمجتمع، لأنه مرات كثير بيواجهنا أسئلة من نوع أنه بزمن الحروب والقتل والدماء والفقر وكل ما تعرفيه من أزماتنا، أنه شو نفع الشعر؟ شو نفع الموسيقى؟ وشو نفع القضايا يعني والدراما؟ شوف سازاهي، كل فن له خاصية بيعطيك إنرجي مختلف، إن كان الفن الرسم أو الموسيقى أو العزف أو الغناء أو إشياء تانية الفنون، مثل مثلاً فن صناعة السجاد أو مثلاً فن صناعة الفضة أو مثلاً صناعة الأزهار. أنت بتعرف هالبنت يمكن أول شغلة تعلمتيها هي صناعة الأزهار. يعني تعرف أنت البنت اللي عم تشتغل سجاد، هي عم تحكي مع السجادة، هي بتقلها أنا مبسوطة، أنا زعلانة، شو حلو، أنا اليوم اتخنقت، أنا اليوم نجحت. أنا في حوار بينه وبين الشغل اللي بتشتغل، يعني من أنسن العلاقة مع الأشياء بالضبط. يعني إلها فلسفة، يعني كل فن إله فلسفة، بس بدنا نفهمها حتى نعلمها حتى نثقف. نحن بالمؤسسة قبل ما نعلم البنات نحكيهم بالأول، منهيئهم، يعني منحكي لهم فلسفة الفن والعمل والشغل. يعني مش كلهم بيكونوا عم يتعلموا تمريض أو بكالوريا أو تي اس أو إلى آخره، في منهم يتعلموا كمان يعني فن الحياكة، بيتعلموا أزهار، رسم، أشغال يدوية إلى آخره. بس هو كلهم نحكيهم قيمة الفن قديش بحياة الإنسان، قديه أهمية أن تدرك المجتمعات الإسلامية وخصوصا بعض اللي بيصدروا فتاوى. لم تعرف بعض المجتمعات الإسلامية بعضهم بيعتبروا تقرب إلى الله سبحانه وتعالى أنه يكسر آلة موسيقى مثلا. يجيب العود ويكسره. في منه موجود على اليوتيوب اللي بحب يعني يطلع على هالمسائل، بلاقي نماذج مرعبة بهالمجال. هيدا قديه أهمية يعني أن يحصل انفتاح فقهي كمان، وأنا يعني عارف شو عم أقول تجاه الفنون والموسيقى والغناء وهذه المسائل. أنا ما بظن أنه يكون هاي فتاوى إسلامي. نعم. أنا بعرف شيخ عنده لفة. نعم. هو متخصص بالموسيقى وهو بعلم الموسيقى بالجامعة. إذا رفتنا على عالم الإسلام الواسع، اللي ماشيين إلى صراط المستقيم، منشوفهم شو عم يعملوا. هلأ أنت شوف الموسيقى بإيران. أنت شوف يعني هلأ في فنانات بيغنوا بإيران، بس بيغنوا للنساء مش للرجال. بتشوف حفلة من أجمل ما يكون بتغني وكل النساء موجودة. خلينا نتفق على المبدأ، ليش كانوا بيعملوا؟ إذا حرام كيف بيعملوا؟ يعني نحن دائما أنا بقول خلينا نتفق على المبدأ بعدين بنشوف كيف، يعني إنه وين بيغنوا وشو بيغنوا إلى آخره. بس إنه الأحيان اللي بواجهنا المبدأ الموسيقى والفن ها كله مش حرام. حتى بمصر سيدتي الموسيقى العربية نشأت وتطورت على يد الأزهريين. على مشايخ الأزهر الشريف. يعني ما كان هلأ حديثا يعني بهالعصر المظلم بلشت الأمور. ما هذا هيدا العصر المظلم، هيدا نفسه على المرأة، على الإنسان، على الطائفية، على حتى شوي تاني قرآن يمكن يحرفوه. ممكن اللي بيعمل اللي عم ينعم ما عنده مانع، اللي عم بيغير الأحاديث النبوية بيقدر يغير كمان قرآن. بكل حال موضوع الأحاديث لحاله بيحتاج يمكن نقاش ومؤتمرات، صح؟ يعني خارج هلأ نطاقنا. بس
يعني الفن حاجة إنسانية، حاجة الإنسان نعم. مثل حاجته للأكل والشرب صح ولا؟ نعم نعم نعم. يعني أنت بتقدر يكون إنسان مريض، تقدر إن سمع الموسيقى وهو يشفى من هالموسيقى. وفي علاج بالموسيقى. في علاج بالموسيقى. لا نحن عم نشوفه، عم نشوف الطفل. عم نشوف الطفل اللي عليه حرارة بس بتحط له موسيقى شو بصير فيه؟ صحيح. يعني عمليا بنشوف قدام. في أنواع نباتات يعني بتسارع نموها نعم. لما نعم. يكون في موسيقى نعم. فبالتالي في علاج بالمسرح بالدراما نعم. يعني اليوم متطور فهم الفن صحيح. ودوره بالحياة يعني متطور جدا. في علاج كمان بالبرفام. نعم. برفام. علاج بالبرفام. بالعطر يعني. نعم. انك تشممي يعني نعم. عطور معينه لشخص معينه مريض. لحالات مختلفه نعم. بحركات مختلفه بتشم هالريحه بتعمل هيك بتشفى نعم. عم نحكي عن ضروره يعني هيك انه يكون عندنا اصوات فقهيه واصوات يعني متقدمه بهالمجالات هاي. خلينا نسمع. عندنا رجال دين متقدمين طبعا 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 ما عندي شك بهالموضوع. خلينا نسمع رأيي كمان بتجربتك هذه المرة من رئيس المحاكم الشرعية الجعفرية بلبنان الفضيلة الشيخ محمد كنعان. والله نسمعه سوا. يا بسم الله الرحمن الرحيم. السيدة رباب الصدر شرف الدين تنتمي عظاميا إذا صح لي الاشتقاق إلى أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، وجدها علي وأمها الزهراء. هاو قال فيهم الجواهر قولا لا بأس باستحضاره: الحاملين من الأمانة ثقلها، لا مصغرين ولا أصاغر ميلا، والطامسين من الجهالة غيهبا، والمطلعين من النهى قنديلا، والجاعلين بيوته وقبوره للسائلين عن الكرام دليلا. شقيقها الإمام السيد موسى الصدر، ذلك الرجل الذي سبق عصره وقفز فوق الأوان واخترق رصاصة الزمن ليدخلنا كمواطنين لبنانيين أولا، وكشيعة ثانيا، وكبشر نحمل سمة الإنسان في معادلة الرحمة المهداة بواسطة جده المصطفى صلى الله عليه وسلم. هذه السلسلة المستمرة من الصراع بين الظالم والمظلوم بأي صفة وصفت الظالم والمظلوم، لا يستطيع أحد إلا وأن ينظر بعين الإكبار والإجلال إلى ما قدمته هذه السيدة على المستوى الاجتماعي من خلال المؤسسات التي ترعاها، ومن خلال بلسمة الجراح لكثير من الناس المجروحين والمكلومين. أيضا لا ننسى الدور الثقافي الذي لعبته هذه السيدة من خلال المؤتمرات التي كانت ولما تزل تحييها، وخاصة في مؤتمر كلمة سواء الذي ترك بصمة مميزة ثقافية في هذا الشرق، واستطاعت أن تجمع فيه الطاقات الهائلة التي أثبتت أن المعطى الثقافي دائما يتفوق على كل المعطيات الأخرى. عندما نتحدث عن السيدة رباب الصدر في العظامية والعصامية إنما نستحضر نموذجا، وبرأيي إن وظيفة الشيعة بالتحديد في زمن غيبة إمامهم صلوات الله وسلامه عليه، وظيفتهم أمران ملحان: حفظ الحد الأدنى من مصالح الجماعة، وحفظ النموذج كونوا
زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. هكذا عرفت السيدة رباب الصدر. أرجو أن توضحي للإخوة المشاهدين أين تقع مولاتنا وسيدتنا الزهراء عليها السلام في قلب السيدة رباب الصدر شرف الدين. جزيل الشكر لفضيلة الشيخ محمد. شكرا فضل. جزيلا على هالشهادة المميزة حقيقة. نعم. حقيقة. شكرا شكرا. ردا على سؤاله، سيدة زهراء قدوتي بالحياة، يعني مثلي الأعلى بالحياة. نعم. وهي موجودة في أعماقي دائما، وأنا متكلة من بعد الله عليها بكل شيء. يعني أنا بحكي معها، أنا بحكي كأن أنا بشوفها، بحكي معها بطلب منها حاجة. وفي قسم كبير من المؤسسة تحت اسمها. نعم. مبارة رحاب الزهراء اسمها المبارك موجود. يعني بما أنه عم نحكي يعني عن المثال والقدوة، حضرتك أكملتي دراساتك العليا بعمر يعني من السنة الماضية أعديتي وقدمت الكبر. إيه، قدمت شهادة رسالة الدكتوراه لحضرتك. يعني شو اللي حفزك شجعك بهذا العمر أن تكملي دراستك الجامعية؟ هي يعني ممكن يكون تحدي لإلي. نعم. لنفسي أنا، إنه أنا لازم أقدر، مش أنا ما بقدر. نعم. مع كل المسؤوليات والأعباء حتى بداية دراستي كان التحدي. نعم. كتير كتير كان الإمام مسرور من هذا الخطوة كتير. يعني هو كتير شجعني، وزوجي كتير كان وراي. نعم. يعني بفترات الامتحان كان يقول لي ما عليك أنت شي بالبيت، عدي على جنب وأنا مسؤول على كل شيء. من شدة على إيدي لسيد حسين. أبداً ما كان ما تسألي على شيء أنت، عدي على جنب. فحقيقة يعني هالتشجيع، وأنا بنفسي كمان يعني قلت لازم أعمل شيء، لازم. وكفيت والحمد لله، بس طولت. أي. يعني طالت معي سنين. ماشي الحال. أخذت الموضوع الدكتوراه الفلسفة العملية للإمام موسى الصدر، لأني كثير عمل دراسات عن الإمام، حبيت أنا أعمل دراسة غير شكل. نعم، يكون وشاهد شاهد من أهلي. قديه من هالمنطلق يعني بتشجعي اليوم إذا في سيدات عم بيشوفونا بمنازلهم يمكن توقفوا عن دراسة بسبب الزواج، بسبب الإنجاب، بسبب ظروف قاهرة خارجة عن، قديه بتشجعيهم أنهم يعني يستأنفوا؟ أنا بقول إذا بيريد الإنسان بأي وقت مهما كان بلغ من العمر. نعم. بيقدر يدرس وبيقدر يكفي. ما في حرج يعني. وقت جلستي مع الأساتذة عم بتناقشي رسالتي، خاصة أنا بدي أعترف أني أنا لغتي الأساسية مش لغة عربية. واضح يعني. أنا عربيتي ما زال ضعيفة. نعم. يعني بعرف نفسي، بس مع ذلك مع هالتحدي مع هالصعوبات عملتها. برافو. الله يكتر من أمثالك. بس فعلا يعني بدي منك كلمة للسيدات اللي ممكن يكونوا عندهم حسرة بقلبهم هيك، إنه والله أنا كنت عم بدرس ووقفت لهذا السبب. شوف أستاذ زاهي، فرص الإنسان بيجيب الحياة ما إلو وقت. نعم. يعني مش بيقولوا ليلة قدر مرق عليه. نعم. فممكن كمان نساء تمرق عليهم ليالي قدر بفترة إنه يقدروا يفتحوا الكتاب ويبلشوا. كل اللي بدي أقوله بده استمرارية، بده صبر. تعرف أنا أيمتى كنت أدرس؟ من الساعة 10 بالليل وطالع. لما تكوني يعني خلصتي واجباتك الأخرى. تعشوا ودبدبت، جليت، حضرت أكل لتاني يوم، لأنه ما كان في خدم مثل اليوم. الساعة 10 أقعد أنا أدرس، والحمد لله حقق. تعرفي عم ركز يعني شوي على مسألة العمر، لأنه بمجتمعاتنا للأسف في ثقافة يعني مثلا إذا رجل متقدم بالسن أو امرأة متقدمة بالسن إذا عم يعمل رياضة
في حدا بينتقدوا انه هلا بهالعمر فقت على اذا اثنين زوجي وزوجي مثلا متقدمين بالسن وقاعدين بحديقه عامه او يعني بشكل شوي رومانسي لنقول انه هلا يعني عم تعملوا حب وعم تعملوا حنان وعم انه هالنظره للمتقدم. وطبعا حضرتك بعدك يعني بعز عمرك ما عم نقول بس انه في نظره انه الاكبر سنا ما بيجوز يعمل. انا كنت اسمع انا وبالجامعه كنت اسمع شو بدها بدارس شو بدي سؤالي بمحله شو بدي بهالقصة. كنت جاوب أنا بدي أدرس وأنا بدي أدرس وبدي كمل ورح تشوفوا إني رح كمل، خلي يكون نموذج للآخرين لأنه في أمثال شعبية بتشجع على الكسل مثل بعض الكبرى جب حمرة بيقولوا ببلادنا يعني صحيح. كأنه يعني صحيح الحلم ما بيوقف. لا أصلاً أستاذ زاهي العلم حياة، العلم بنور العقل، العلم بخلي الإنسان يتعرف على الله أكثر، العلم بخليك أنت تعرف كيف تعيش، علم بخليك بعلمك كيف تحل أمورك مشاكلك، بخليك كيف تفكر. يعني اللي مش قاطع مراحل من العلم كثير بيكون محروم. صحيح كثير بيكون محروم صحيح. وبيقدر يعمل، ما صعبة أبداً، مش صعبة أبداً. واطلبوا العلم ولو في الصين. انت بتعرف انا اول ما بلشت عملت بكالوريا، انا كنت عندي اولاد. بكالوريا صعبه والله، اصعب من ليسانس. صعبه فعلا، اصعب من عملتها انذكرت العاده. انا بقول بالنسبه لي نحن هالنموذج يعني بنحب نشجعه، بنحب الناس ياخذوا السيدات يعني والرجال منك حتى يعني الرجال او قدوة حتى الرجال اللي يعني بيشعروا انه مثلا يعني والله بعد عمر معين. انا بشبه العلم مثل حبه فيتامين والله، بس يكون واحد يفوت على العلم بيفوت على عالم ثاني. انت بتكون مع دنيا ثانيه، انت لما تقرا وعم تقدر تفهم تعرف، خاصه الفلسفه خاص بتصير بعالم ثاني. ساتابع مع حضرتك ولكن اسمحي لنا نتوقف مع استراحه اخيره ثم نتابع بيت القصيد. مشاهدينا الكرام نتابع القسم الأخير من بيت القصيد هذه الليلة مع السيد رباب الصدر رئيسة مؤسسات الإمام الصدر. بكرر ترحيبي بحضرتك. يعني ذكرتي بالتقرير البداية أنه مسألة الأبوة والأمومة يعني مش بس الأيتام اللي بيفقدوا بالمعنى المادي الفعلي الجسدي آبائهم وأمهاتهم، أحياناً يعني بيكونوا الآباء والأمهات حاضرين ولكن غائبين بنفس الوقت. نحن هذه الحالة منواجهها يومية. نعم.
وأنا مرات بقول يا ريته ما موجود، يا ريت هذا الأب لعامل 20,000 مشكلة وهو بالسجن تارك مصايب لعائلته، يا ريته ما يكون نعم. موجود، لأنه اليتيمة بيصير في اهتمام فيها، ناس بيهتموا فيها، بس هيدي اللي عندها باي ولو يستقل باي مسؤول عنها أو أمه مسؤولة عنها، كثير وضعه تعبان، كثير وضعه بيكون تعبان. ونحن اليوم أنا بقدر أقول لك إذا منفتح الباب على هيك حالات تأكد أنه أكثر من 70%، يعني بيصير 30% الأيتام و 70% هدولي، بس أكيد نحن ما منقدر نعمل هيك لأنه الأولوية لليتيم، أولوية بيكون الأيتام وبعدين بيلجأ بكل. شو تعلمتي من الأيتام، من العمل مع الأيتام؟ شو أضاف هالشيء لحياتك؟ أستاذ زاهي، مجتمع اللي منعيشه مجتمع متغير متقلب متناقض، ما بقدر أقول لك حالة ثابتة عن هالأمور، يعني بكل واحدة بشوف مصيبة، يعني كل واحدة عندها مشكلة، كل واحدة عندها حالة، كل واحدة مرقت بظرف معين، بظرف معين، بصعوبات معينة، يعني بيحرق القلب إذا واحد بده يحكي. بس كل اللي تعلمت إنه هدول بيصبروا، يعني بيصبروا على ما هن وقعوا فيه، بيصبروا على ما هن محتاجين، بيصبروا على ما هن بحاجة لإلهم. نعم، ثقافة التكافل الاجتماعي، ثقافة التعاون، ثقافة يعني عمل العمل الإنساني والاجتماعي موجودة بمجتمعنا كما يجب؟ إلى أي حد عم بتسد كمان هذه المسألة عجز الدولة وتلكؤها عن القيام بمسؤولياتها؟ أنا بقدر أقول لك ثقافة الحب الخير موجود، 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 تقول لك بشكل عام، بس تننتبه أنه هيدي اليتيمة نقدر نحن نعاشرها ونرجع لإلها ثقة بنفسها ونعطيها هيك حب وحياة، يمكن لا، لأنه أحيانا نظرة الشفقة بتكون أثرها سلبي. يعني نحن بالمؤسسة ما بنسمح بنسمح حدا بزور يعطي شيء للبنات، ما بنسمح، ما بنسمح يلبسوا ملابس مستعملة، ما بنسمح أبدا، بعيشوا بعز باللبس اللي بدهم، ألوان اللي بحبوا، حياة اللي بدهم، نظافة اللي بدهم. تعرف يعني معليش إذا قلتها، تفضل، شائع إنه مؤسسة برجوازية عن مؤسسات الإمام الإمام الصادق، قد ما هي مرتبة، قد ما هي غنية بعطائها وبخدماتها، هدولي مش محتاجين بيصيروا يقولوا، يعني تخيل أنت وقت اللي عم بتقدم النموذج، يعني محتاج لازم يكونوا ثيابه ما بيسوا، لازم يكون أنت عم بتقدم نموذج المميز الجميل الراقي مع الزمن، ما نحن عم نعيش بهالزمن، بدنا نكون نعيش يعني مع الوقت، ما بدنا نرجع لورا، فلما بدنا نقدم هيك نموذج بنصير نحن برجوازيين ونحن غنايا. معلي صيت غنى ولا صيت فقر بقول المثل. ما من حق الأيتام واليتيمات بشكل طبعاً خاص أنهم يعيشوا بظروف يعني انت تشوف إنسانية، طريقة اللي بيلبسوا، طريقة اللي بياكلوا، طريقة اللي بيحكوا، طريقة اللي بينشدوا، ما هو هذا النشيد اللي بتشوفه. طبعا نحن ما نشوف الكورال، هذا نوع من التربية، نموذج، نموذج حقيقة مضيء لهالمسألة هاي. استمعنا لشهادات، يعني شهادتين بتجربتك من المعالي الأستاذ إدمون رزق ومن فضيلة الشيخ محمد كنعان. خلينا بدنا نسمعك رأي كمان إذا سمحتي لي على طريقة وشهد شاهد من أهله، نسمعه سوا بكلام يوصل. تفضل. الألوان الموجودة باللوحات اللي شايفيتها هون تعني لي الكثير. الماما هي هالألوان الدافئة كلها، بس ألوانها باستيل، هالألوان الهادية الناعمة بس بنفس الوقت عميقة وقوية وواضحة.
وما فيها لبس. ست رباب، ست الحبايب، ست الدنيا، الماما نعمة اللي ربنا أنعم علي فيها وعلى أخوتي، وتأثيرها كتير قوي برا. هي طبيعتها ما بتحب تحكي، وهذه مشكلتنا معها حتى بالنسبة للمؤسسات، إنه تعتبر إنه اللي عم تقوم فيه هو واجبها، عم تقوم فيه لله، لذلك ما بتشرك، بمعنى إنه تحكي وتعمل ضجة. هالكاريزما الموجودة فيها، هالروحانية الموجودة فيها، ست رباب أبعد من أم إلي، أكبر من أم إلي، نعمة من أكبر النعم اللي أنعم علي فيها، إن يكون بهالبيت، يكون بهالأسرة، يكون عندي هالأم وهالبي وهالخال. إذا بدي اختصر شو عطتني ست رباب بعبارة واحدة مثل ما بدك، الصلاة بالنعمة، هيدي من أهم مزاياها، هالصلاة بس بهدوء، هالمثابرة بدون ضجة، هالمتابعة المواكبة الحثيثة اللي بتوصل للنتائج وما بتفقد أمل، على الرغم أنه في كتير مثبتات مرقت عليها بحياتها الشخصية، بقضية الإمام الصدر وقضية السيد شهيد سيد محمد باقر الصدر، زوج خالتي يعني وابن عمها وزوج أختها، ما بعرف ما بتذكر كم بيت نقلنا من بيت لبيت، ما بتذكر كم مدرسة نقلنا خلال فترات الحرب بفترة السبعينات، بس أبدا كانت البوصلة تبعيتها كتير واضحة وما بتحيد شغلي. ماما بعرف إنه هالفترة صعبة على المؤسسات، من أصعب الفترات اللي مرقت فيها المؤسسات، لكن إيمانك الكبير اللي ولا لحظة حاد. وبهالمناسبة بحب ذكرك وبذكر حالي إنه ربنا قال إن مع العسر يسرا. شو رأيك؟ وافقتك. شو رأيك؟ يعني أثرتي أنت وعم تسمعي دكتور رائد شرف لا. الدين اللي هو نجلك ويعني نائب حاكم مصرف لبنان. لا. ليش أثرتي؟ مش قايل لك هالكلام بينك وبينه؟ لا، نحن المجاملات الظاهرية معنا. نعم. يعني موديلنا ما في مجاملة ظاهرية. نعم. في حب وفي عمق وفي تعامل بالحب، في عطاء بالتضحية، في عطاء بالممارسة، يعني ما بنلفظهم بنعملهم. نعم. فلذلك البيان غير لما بيسمعوا الإنسان الأذنين بيسمعوا، إن من البيان لسحرة بالزبط، والقلب بيسمع الله يحميهم. الله يخلي لك إياهم. الله يسلمك. يعني توافقي على اللي قالوا إنه إن مع العسر يسرا؟ طبعاً طبعاً استاذاهي، أنا بشوفهم، والله أنا بشوف إن مع العسر يسرا، بعيوني بشوفهم، بإيدي بلمسهم. يعني أنا مرات بحس إنه السيدة زهراء عم بتفك العقد عن شغلنا، يمكن هيدا يعتبروها إنه مبالغة، بس صدقاً إنه هي هيك وبتعطي، وأنا بشوف هيك. حضرتك عندك أربع شباب الله يخليهم، أربع نعم. رجال نعم. كنت بتتمني لو كان عندك يعني بنت؟ كتير كتير تمنيت، بس قدري هيك الله يحميهم. بس أنا هلا عندي بنات ما شاء الله كتار، هن جابوا لي بنات وحفيدات وإيه. بقولوا ما أعز من الولد إلا ولد الولد، هذا هيك. مثل فعلا. عربي فعلا. فعلا هذا أنا بسميهم حبة مهدئ. نعم. بنسوك الدنيا، بنسوك الهموم، المشاغل. نعم. بدي أحكي شوي قبل ما نختم حوارنا، فعلا يعني العميق والدافئ كان، وأنا سعيد إنه الحظ عم يسمح لي، يمكن بعد 20 سنة كان من 20 سنة كان حوارنا بيخليك بالبيت. نعم. تقريبا نعم. 20 سنة أو 19 سنة، فالحمد لله الله أعطانا عمر نرجع نتحاور. بدي أحكي شوي عن مدينة صور. نعم. يعني المركز الرئيسي لمؤسسات الإمام الصدر، إقامتك، زوجك السيد حسين شرف الدين كانت كمان منطلق لعمل الإمام الصدر. نعم. مدينة صور، شو بتمثل لك صور اللي شفناك في البداية عم تحكي أنا فيها؟ أنا فعلاً صور بيعنيني، يعني إلي علاقة خاصة فيها. صور مدينة الأجداد، مدينة نعم. الآباء،
مدينة الحرف، مدينة الفنانين والعلماء، مدينة السيد عبد الحسين شرف الدين، مدينة الإمام الصدر. الانطلاقة الإمام الصدر بلبنان كان من مدينة سور. سور إلى كتير محطات تاريخية، نعم. إلى المجاهدين طلعوا منها، الكتاب العلماء طلعوا فيها، بس ما إلى حاز من أولادها. نعم. يعني أنا بدي أقولها بهالبرنامج وبقصد لأقولها إنه نعم. بمدينة سور لحد الآن ما أخذت حقها من أولادها. مين أولادها؟ أولى أبناء سور، أهالي سور، إنه نعم. يفكروا بإن يطوروا مدينتهم، يغيروها، يحسنوها، يزبطوها. نعم. هل هي مسؤولية أهلها ولا مسؤولية الدولة يعني والجهات المعنية بدءا من البلدية يعني من بلدية سور؟ أنا ما بقول دولة، شوف نعم. أستاذ زي ما بصير كل شيء نقول دولة. دولة بتعمل وقت اللي نحن بدنا. نعم. إذا المجتمع السوري مسؤول بيجوا بيقولوا بدنا نحن هالمشروع لمدينة سور. نعم. يمكن أجمل موقع على المتوسط وأكثر مدينة فيها آثار رومانية. شوف البحر سبحان اللي خلق البحر، بيحكي معك نعم. بيحدثك، بتشوفي هالآثار مهملة غير مضاءة، العشب. أنا بدي أحكي يعني كابن نعم. المنطقة كمان نعم. نعم. أنه ما بيجوز ما بيصير. أنا ما ذكرت التفاصيل، أنا حرقة بقلبي من هدول النقاط اللي ذكرتهم. نعم. آثارها قديش جميلة، بحرها قديش جميل. نعم. مساحتها قديش جميلة، بساتينها. نعم. أيضا ريحة الزهر لما بتطلع بالربيع، لما دخلها بصير يكون بهالطريقة كمان واحدة من أجمل المدن على المتوسط. يعني هيدي صرخة نحن عم نقولها أنا وياك سوا. نعم. للمجتمع السوري وللمعنيين بالدولة كمان. نعم. يعني المعنيين بالدولة والمسؤولين نعم. بيتحملوا يعني نصيبهم من من هذا الأمر. بترك لك كلمة أخيرة، أنا سعد جدا بمثل ما عم قلك بحوارك. لو كان لك تقولي كلمة للسيدات، للنساء اللي عم بيواجهوا صعوبات، عم بيواجهوا مسائل وعقبات، وللإنسان بشكل عام. أنا بشكل عام للإنسان بقول نحن خلقنا مسؤولين. نعم. وبدنا نتحمل مسؤولياتنا وبدنا نكفي بمسؤولياتنا. نعم. مطلوب منا إيمان، صبر، حب، عطاء، تضحية، وغير هيك ما بيزبط. لازم مثل ما ربنا سبحانه وتعالى أعطينا كل شيء، شوف هالنعم الموجودة. نعم. بالكون هيدي كله لبني آدم، نحن نقدر نعطي ذرة من هذا العطاء، نعطي لبني نوعنا. يعني نعطي للناس، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا. أنا كتير مهتمة إنه كل إنسان يعمل والله بيقدر يعمل. ونعود إلى مسألة الحب اللي ابتدأنا فيها. نعم. أهمية أن يحب الإنسان يعني أخاه الإنسان بمعزل عن دينه. صحيح. عن عرقه، عن رأيه، بس لأجل الإنسانية، بس نحبه لأجل الإنسانية، نعطيه لأجل الإنسانية. يعني أتمنى صوتك يوصل، والله يكثر من أمثالك كما يقال. شرفت بيت القصيد، أهلا وسهلا. شكرا لفريق العمل، لمنتجة البرنامج غادة صالح، للمخرج علي حيدر، والشكر الأكبر دائما لمشاهدينا في كل أنحاء العالم. نلتقيكم الأسبوع المقبل على خير بإذن الله.